بدأت ازاي؟ بما اننا بنتكلم عن ارتداء فانيلة النادي الاهلي، ما بعد المحلة وارتداء وائل الجمعة لفانيلة النادي الاهلي. محلة طبعا فريق كبير، فريق عظيم، سيظل برضو فريق المحلة مهما حصل، هو واحد من عايز اكبر اقول لك ان الاندية. المحلة من الفترات الممتازة اللي جهزتني للنادي الاهلي يا اسلام، ايوه وخلتني جاهز لنادي المحلة من الاندية الشعبية، الاندية الجماهيرية اللي عندها جمهور وعندها ناس بتحب الفرقة بإخلاص وبجد، وكانت بتساند وبتدعم دايما، ايوه وده سمة النادي الأهلي وجمهوره. نعم. الضغط في النادي الأهلي أكبر شوية وأكبر من اللي كان علينا في المحلة، إنما أنا بتكلم في صفة الجماهيرية، في ايوه صفة الضغط اللي كان موجود، فأنا أشوف إن هي هيأتني وجهزتني لتجربة النادي الأهلي، وسعيد ومعتز جدا بانتمائي للمحله ولعبي في المحله، الفريق اللي قدم اساطير للكره المصريه. لما اسمع عن اسماء كبيره جدا مرت في تاريخ الكوره في جيل السبعينات والثمانينات، وتسمع عن، انا ما شفتهمش طبعا، انما تسمع عن الاسماء دي يتقال لك دول من احسن اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه، ايوه كابتن عمر عبد الله، كابتن عبد الرحيم خليل، كابتن عماشه، كابتن شوقي اصل غريب اكتر من كمان، اسم، كابتن شوقي نعم غريب، كابتن كابتن شوقي، شوقي، اسماء كتير كابتن جدا خالد جدا عيد. جدا، اسماء كتير لو نذكرهم فتسمع عن الناس دي يقول لك دول من اعظم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر. ايوه فيعني انا سعيد ومعتز ومنتمي طبعا لفريق غزل قبل المحله. ما نتكلم بس على الاهلي، عايزك تقول لي ايه رايك في المحله الفتره دي، بتتابع يعني او بتتفرج على طبعا الموبايل؟ طبعا طبعا سعيد جدا بالشغل اللي بيعمله الكابتن خالد عيد بعد فتره غياب للمحله، فترة طويلة عن التواجد في دوري الأضواء، وزي ما فريق مر بأزمة اقتصادية على صعيد الإدارة في الشركة، الشركة دايما هي الداعم لفريق الكورة، حصلت هبوط أثرت على مسيرة الفريق، فعودته مرة تانية وإن هو يفوز على الفرق الكبيرة في الدوري كعادة المحلة زمان في السنوات اللي قبل كده، كان الملعب المحلة ملعب صعب جدا على كل الفرق اللي موجودة في الدوري المصري، فانا اشوف ان هي عوده موفقه، وكابتن خالد عيد رمز من رموز المحله، طبعا ويستحق طبعا انه يقود الفريق بالشكل اللي احنا شايفينه. الناس طيبه هناك، بتحب الكوره، بتحب، منتميه جدا لفريقها، فانا اتمنى لهم كل التوفيق، واتمنى ان اشوفهم في المراكز الاولى في الدوري، ودايما متواجدين في الدوري الممتاز يعني.